أبا الابن والروح القدس الواحد أمين. النهاردة عشية الحد الوحيد اللي في الشهر الصغير، وإحنا كل القراءات اللي بنقراها بتقول لنا حاجة واحدة، إن المسيح جاي وصهره. أنا في كلمة بسيطة كده على قدكم كده وعلى قدي، عايزين نشوف لماذا نصهر وكيف نصهر. الأول لماذا نصهر؟ أول حاجة إن بكل تأكيد العالم الحاضر مصيره إلى زوال. في الكتاب المقدس بيقول في رسالة بطرس الثانية: تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. وما فيش شك إن لو واحد جاله الريد تاج بتاع السيتي على البيت ما يجيلوش نوم جواه. حتى بولس الرسول بيقول إن نقض بين بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماويات إيه؟ بناء غير مصنوع بيد. يبقى العالم نفسه وقتي، وفي حاجة أخطر من كده أخواتي، إن حياتنا إحنا كمان وقتية، بل أقدر أقول إن حياتنا أقصر من العالم. أنا فاكر مرة حد بعت للبابا شنودة سؤال يقول له: أنا جالي زي رؤية إن أنا هعيش 22 سنة تاني، يعني بعد عمره، يعني زي عمره زائد الحالي زائد. فالبابا قعد بقى يتأمل فيه يقول له: يا سلام، ده أنت كده قلت لنا إن المجيء التاني مش هيحصل قبل 22 سنة، وقلت لنا إن أنت عمرك زاد 22 سنة، وقلت لنا وقلت لنا وقلت لنا، وبعدين في الآخر قال له: كل ده إيه؟ ده كلام صح، لأن لا أحد يعرف اليوم ولا إيه؟ ولا الساعة. يبقى حياتنا الوقتية، عشان كده بيقول: ما هي حياتكم إلا إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. السبب الثالث المهم للسهر إن إحنا لا نعلم لا نهاية عمرنا ولا نهاية العالم. يعني تخيل أنتوا عارفين أحيانا بيبقى في الطيران في حاجة stand by ticket. إيه stand by ticket دي؟ إن أنت بتروح المطار ومعك شنطتك، ويطلعت في الرحلة دي، يطلعت في اللي بعدها، يطلعت في اللي بعدها. هل بتروح وتفضي الشنطة ولا الشنطة مليانة جاهزة على طول؟ هو حياتنا كده، احنا ما نعرفش امتى هيقول لنا تعالوا، ما نعرفش امتى هو هيجي. يبقى بالأولى ان احنا نعمل ايه؟ نكون مستعدين. ويقول كده: لا يعلم احد متى ينتهي العالم، ام مساء ام نصف الليل ام صباح ام صياح الديك ام صباحا. والغني الغبي قال له: هذه التي أعددتها لمن تكون؟ قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون. يبقى مش عارفين هيجي إمتى، أم مساء أم صباح أم صياح الديك، ولا عارفين هو هيقول لنا نفسك تطلب إمتى. حتى لو أنا ما حطيتش كل ده في اعتباري، أقول حاجة تانية تأكد لي على السهر، هو إن إحنا غرباء. عشان كده داود قال له: غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. ويقول: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. إحساس الغربة إحساس بصاحب الإنسان المسيحي، لأنه بيحس إن هو ليست لنا هنا مدينة باقية، ولكننا نطلب الإيه؟ العتيدة. أنا اللي بقوله لكم ده مش هدفه إن أنا أقول لكم تيأسوا وخلاص بقى هنموت أبداً. ده أنا بقول لكم إن أنتوا تتشوقوا للسماء وتحسوا إن أنتوا غرب على الأرض. يعني أنا النهاردة مهما كان عندي على الأرض، طالما عارسس إن أنا غريب، يبقى كل دوت إيه؟ لا شيء. لكن ده بيقودني إن أنا أستعد لملاقات العريس. عدم السهر فيه خسارة كبيرة، عشان كده بيقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. الآية دي بتشرحها جدا، موضوع السهر، إن أنا لو قدرت أنجح في كل شيء وربحت العالم كله، وبعدين يجي في الأبدية يقول لي: لا أعرفك، يبقى أنا إيه؟ ما كسبتش أي حاجة. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ النقطة السادسة إن الشيطان عدونا يسهر ولا ينام. تخيل أنت لو عندك عدو ما بينامش وأنت رحت تنام، نتيجة المعركة هتكون إيه؟ النوم هنا مش على فكرة النوم اللي بننامه 6 ساعات ولا whatever دي، النوم هنا مقصود به الغفلة، إن أنا مش مستعد لأبديتي، إن أنا مش بدور على
مجيء المسيح، ان انا مش فرحان بان انا ليا مكان في السماء. عشان كده بطرس الرسول يقول اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد ذائر يجول ملتمسا من يبتلعه. طب انا عايز اخد تطبيق عملي على الحته دي. الاول اتكلمت في حقيقه زوال العالم وحقيقه ان احنا غرباء، لكن ازاي بقى ازاي امارس السهر ده؟ انا النهارده لما يجي الشيطان يوقعني في خطيه، ما هو بيقول ملتمسا، لو انا سهران اقول نحن لنجهل ايه حيله. يعني يجي الشيطان يقول لي ايه فلان دوت ما بيحبكش وعمل كذا وكذا وكذا وقال عليك كذا وكذا وكذا وكذا، ده طعم. عارفين الشيطان صياد، لو انا بلعت الطعم ده هتكون ايه النتيجه؟ يبقى انا متغافل، انا نايم، لكن انا عارف ان انا ليا ابديه، وعارف ان اخويا ده انسان، وعارف ان اخويا الانسان ده تحت ضعف، وعارف انه في اساسه بيحبني، وحتى ان اخطا فما هيكون بايه بضعف ومش رغبه في اذيتي زي الشيطان. يبقى لو انا يقظ، لو انا يقظ بالك هي ايه هرفض ده. كان جالي ايميل في النيبرهود، كان في اتنين لطاف كده بيروحوا يسرقوا الناس بطريقه حلوه قوي زي الشيطان بالظبط. يجي واحد يخبط على الباب ويقول لك على فكره في السايد يارد بتاعتك في حاجه واقعه وممكن تكسر لك ازاز، ممكن يعني اي حاجه كده، يعني حاجه ايه يقلقك. تقوم انت تعمل ايه؟ تطلع وراه علشان تخليه يوري لك الحاجه اللي ايه اللي بتعرض لها بيتك في الخطر. يقوم التاني يروح داخل وشايل ما خف حمله وغلى ايه ثمنه. فانت تقعد تقول لها للراجل ده خلاص ده موضوع انا هخلي بالي منه او ده مش مهم، ويقول لك لا ده انا ما كنتش واخد بالي، اي كلام بقى اي تتويه. وبعدين ترجع البيت تلاقي البيت ايه متنفض. او الشيطان بيعمل معنا كده، يوقعك في مشكله ويسرق ابديتك. الانسان السهران يقول نحن لا نجهل ايه حيله، نحن لا نجهل حيله. سبب تاني للسهر ان احنا عندنا موعد لمقابله الله. ده هو قال كده ان هو حياتي وياخذنا معه. طب يعني لما العروس بتبقى عارفه العريس جاي ياخدها تعمل ايه؟ بتقعد اسبوع تتزوق مش كده؟ احنا عمرنا كله نتزوق بالصلاه بالصوم بقراءه الكتاب المقدس بالاعتراف والتوبه بحيث ان احنا نكون مستعدين. يبقى النهارده السهر ليه شقين، شق دفاعي ان انا عدو الخير ما يسرقش ابديتي، وشق ايجابي ان انا اكون فرحان للسماء. يعني هقول لكم مثل بسيط. خلينا في ايه، في عروسه حلوه كده جالها عريس حلو جدا وقال لها انا جاي اخدك علشان تعيشي معايا، فهي عماله تجهز نفسها لهذا اليوم. لو جه قبل ما يجي واحد تاني كده جه خبط عليها وقال لها ايه رايك ترتبطي بي انا، تقول له ايه؟ تقول له لا، ده انا ايه وجدت عريس نفسي. بص التعبير، وجدت عريس ايه نفسي. وكل ما الانسان يكون عنده فكره عن ربنا وحلاوه ربنا يبقى مهما جاله عروض من الشيطان هديك مسؤوليه، هديك سلطه، هديك شهوه، هديك مال، هديك مش عارف ايه، تقول له باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعه تحت الايه الشمس. يبقى النهارده الجزء الايجابي في السهر to be watchful ان انا فرحان ان انا عريس نفسه هياخدني لعشاء ايه عرس الخروف. اخر حاجه ان مفيش شك ان الذي يسهر يكلل. عشان كده المسيح قال طوبى للعبد الذي ايه متى ياتي سيده يجده ايه ساهرا، يجده مستيقظا، يجده ساهرا، يجده مستعدا. بالظبط زي في مثل العذارة، العذارة اللي كان معاهم اويل لما جه دخلوا، والعذارة اللي ما كانش معاهم اويل عملوا ايه؟ دول ما سهروش. عشان كده ما تشغلوش نفسكم قوي بامتى جاي وايه العلامات والكلام ده كله. انت عليك ان انت تعمل ايه؟ تسهر، be watchful، تستعد بطريقتين.
أول حاجة لأن احنا في غربة، الطريقتين طريقة دفاعية إن الشيطان ما يسرقش أبديتي، طريقة إيجابية إن وأنا عايش على الأرض أبقى فرحان إن هو هياخدني المكان أفضل، فعيش هذا الفرح إلى أن يأتي اليوم اللي أسمع فيه صوته بيقول نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل وقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح إيه سيدك. معلش النهاردة كلمة بسيطة، لكن أنا عايز الكلمة دي تلزق في دماغنا وتأثر على أفعالنا، يبقى كل واحد إيه سهران. ناحية السلبية نحن لا نجهل حاله، ناحية الإيجابية إني وجدت عريس نفسي أمسكته ولن إيه ولم أرخي، والمجد لله دائماً.